مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حنعمل بسكوت للكيتو دايت لمرضى السكر، كتير هو سريع ومميز. يلا على الوصفة. 1 كوب جوز الهند 75 جرام، لوز ني 1 كوب 150 جرام، تحلية بديل السكر النوع والكمية اختياري، بيكنج باودر معلقة صغيرة، بيض عدد 2، بنبشر الليمون وبنعصر نص ليمونة وبنطحنهم حتى تكون العجنة متماسكة، مثل هيك لازم تكون العجنة. بنعمل الحجم المناسب لإلنا، بنستخدم كوب بنعمل الشكل اللي احنا بنحبه. بنشغل الفرن مسبقا 160 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة. هذه هي المكونات، إذا بدكم تاخذوا صورة عن المكونات. هيك أصبح جاهز، نتركه يبرد. إحنا ممكن نستخدم أي نوع من المكسرات. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، مهتم بالغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.